رغم أشغال التهيئة الداخلية التي تشهدها، إلا أن محطة المسافرين بالخروبة لا تزال توفر خدمات النقل. إجراءات تنظيمية اتخذتها الإدارة في محيطها الخارجي لضمان خدمة المسافرين وراحتهم في انتظار إعادة فتح أبوابها بعد نهاية شهر رمضان الكريم. رغم الأشغال يبقى المرفق مستمر، النقل مستمر، المسافر راه يسافر في أحسن الظروف حسب الوسائل المتاحة. الأشغال راهي في منتصف ديالها، إن شاء الله نقدر نقول بالك العيد نعيدوا في محطة بحلة جديدة بخدمات جديدة. تجديد هذا المرفق الحيوي أهم ما يراهن عليه مسؤولو المحطة، فالأشغال مست المرافق الداخلية التي تضمن الخدمات الضرورية للمسافرين. راح تكون فضاء عائلي توعوي تحسيسي يقدم فيه كل الخدمات، وإن شاء الله حتى الخدمات اللي موجودة لحد الآن أنا كمواطن قبل ما نكون مسير نتمناها تكون، يعني يكون تذكرة إلكترونية، يكون وسائل ويكون خدمات، خاصة تحسين الخدمات. مسافرون عبر مختلف الولايات لم يتأثروا بالغلق المؤقت للمحطة، فالظروف التنظيمية التي تساعدهم على السفر المريح متوفرة. احنا ان شاء الله رانا مسافرين للجلفة، الحمد لله راهي كل شيء سهلة، وجينا رانا ركبنا ديك ما كاش بصعوبات فيها. من با خمس دقائق ريزيرفيت وجيت، راني لقيت كارت السكنة في بلاصتها ثاني. كلش منظم، الحالة منظمة يعني لا بأس. محطة الخروبة أحد أهم مرافق النقل التي تربط العاصمة بباقي ولايات الوطن. هذه المحطة ستشهد توفير خدمات عصرية وراحة تتماشى وتطلعات المسافرين.